على أن كثيرا من هؤلاء الذين ربما اجترأوا على القول في أحكام الله سبحانه وتعالى لا يستطيعون التفرقة بين الأدلة الشرعية ولا بين الأحكام الشرعية، فهم ربما لا يفرقون بين خطاب التكليف وخطاب الوضع في شريعة الله عندما يأتي الخطاب الشرعي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يفرقون بين ما يكون منه خطاب تكليف وما يكون منه خطاب وضع، بل يحملون هذا على هذا وهذا على هذا. ثم بجانب ذلك أيضا ربما لا يفرقون بين المتواتر والآحادي، ولا بين الخاص والعام، ولا بين المقيد والمطلق، ولا بين المجمل والمبين، ولا بين الناسخ والمنسوخ. فإذا بهم يندفعون ليقولوا من قبل أهوائهم ما يسنح لعقولهم من غير أن يلتفتوا إلى أحكام الله سبحانه وتعالى ويضبطوا ذلك كله بضوابط الشرع، مع أنه ولا ريب كما هو مقرر في الأصول أنه عندما يتعارض القطعي والظني فإنه يقدم القطعي على الظني ولا يلتفت إلى الظني، وكذلك عندما يتعارض الناسخ والمنسوخ فإنه يقدم الناسخ على المنسوخ فلا يؤخذ بالمنسوخ بعد ثبوت نسخه، وكذلك عندما يكون هنالك تعارض بين خصوص وعموم فإنه يقدم الخصوص على العموم، إذ الخاص كما يقول العلماء هو قطعي الدلالة ولو كان هو ظني المتن بحيث ثبت بالآحاد، ولكن لكثرة ورود المخصصات على الأدلة الشرعية أي الأدلة المتعلقة بالجوانب العملية فإن الخصوص يقدم على العموم، ولذلك يخصص عموم القرآن الكريم بالأحاديث الآحادية، ويخصص عموم القرآن الكريم بمفهوم المخالفة، ويخصص عموم القرآن الكريم بالقياس، وهكذا التخصيص. فهذه الجوانب لا بد من مراعاتها في الدعوة، وكم سمعت من أناس يكترئون على حرمات الله سبحانه وتعالى ويقولون على الله بغير علم، يجترئون على ذلك لينفوا بعض القواعد رأسا، مع أن هذه قواعد متأصلة في أصول الفقه وقد أجمع عليها العلماء. كان حديث بيني وبين أحد هؤلاء الذين يمارون بدون علم قبل أكثر من عقلين من السنين، وسمع مني بعض الحديث المتعلق بالاستئناس على حمل آية من كتاب الله سبحانه بما تفيده سنة من الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لي: وهل تقول بأن الحديث النبوي يخصص القرآن؟ قلت له: نعم، وهذا ليس بالتخصيص، هذا استئناس، ولكن مع ذلك تخصيص القرآن الكريم بالسنة أمر ثابت ولا يجحده إلا جاهل. فأنت أتقول بأن السنة لا تخصص عموم القرآن؟ قال: نعم، وكيف يمكن السنة أن تخصص عموم القرآن؟ قلت له: إذن ماذا تقول في الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها؟ فالله سبحانه وتعالى بعدما عدد المحرمات بنص القرآن الكريم قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم وما من أدوات العموم، ولكن السنة النبوية التي أجمع المسلمون على الأخذ بها خصصت هذا العموم، فحرمت الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها بما أفاده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: لا تنجح المرأة على عمتها ولا المرأة على خالتها، لا الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى. ثم
ليس هذا فحسب، فإن الآية الكريمة التي عددت المحارم من النساء عندما تعرضت لحرمة الرضاع ما ذكرت إلا الأمهات والأخوات، ولم تذكر الخالات، ولم تذكر الجدات، ولم تذكر العمات، ولم تذكر بنات الأخ، ولم تذكر بنات الأخت وهكذا. ولكن جاءت السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام لتفيد، لأن كل ما يحرم من قبل النسب يحرم مثله من قبل الرضاع. فإذا ماذا عسى أن يقال في ذلك؟ ثم أيضا ماذا عسى أن يقال في الرجل، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ومع هذا جاءت السنة النبوية لتبين أن هذا الحكم إنما هو في الزاني والزانية البكرين، وأما الزاني والزانية السيبان فإنهما يرجمان كما دلت على ذلك السنة ووقع عليه الإجماع. فهكذا ربما مار الإنسان وقلب الأحكام رأسا على عقب بسبب التنطع وعدم معرفته بأحكام الله سبحانه وتعالى، ولأنه ليست عنده القواعد التي يبني عليها النظر، لم يتمكن في أصول الفقه حتى يتمكن من النظر في الخاص والعام والمطلق والمتشابه والمجمل والمبين والناسخ والمنسوخ وهكذا.